في إطار الاحتفال ببدء الصوم المبارك وصولاً لعيد انتقال أمنا البتول بالنفس والجسد، أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس ماري جيريس للأقباط الأرثوذكس في عمان قداس احتفالي بهذه الذكرى العطرة، كما أقيمت بذات المناسبة العديد من الصلوات والخدم في الكنيسة الرومية الأرثوذكسية. إلى التفاصيل. عجب غريب قد حصل، فينمو الحياة في قبر وضع، وقبرها سلم تعلو إلى السماء. تكرم الكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاص السيدة العذراء، وتحتفل بشهر آب من كل عام بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد، حيث ترفع الصلوات والتسبيحات الممجدة لوالدة الإله طوال 15 يوماً، وتتوج هذه الأيام المباركة بقداس احتفالي بهذه الذكرى العطرة. ففي كنيسة السيدة العذراء والقديس ماري جيريس للأقباط الأرثوذكس في عمان احتفل قدس القمص أنطونيو الصبحي بمعاونة القس ميخائيل ثابت بقداس احتفالي بمناسبة بدء الصوم المقدس. وفي عظة القداس تحدث الأب أنطونيوس عن السيدة العذراء ومكانتها العظيمة للكنيسة، وأشار بأن الصوم المبارك يجب أن نعيشه بكل عمق بصلاة ومحبة للآخر وعمل للخير، متمنيا قدسه أياما مليئة بالخير والبركة للجميع، ومهنئا كل مشاهدي فضائية نورسات وتيلي لومير بصوم السيدة العذراء وأيامها المقدسة التي ننتظرها من العام إلى العام. في هذه الأيام في حياة أمنا القديسة الطاهرة العذراء مريم دائمة البتولية اللي عاشت تلميذة معطاءة، تلميذة محبة، تلميذة متواضعة، حتى بعد البشارة التي أتتها من السماء بواسطة الملاك جبرائيل الملاك المبشر، شوف حياة التلمذة اللي عاشتها في الهيكل، قالت له هوذا أنا أمت الرب، أمت الرب. البشارة العظيمة أن هي هتصير أم الله والقدوس المولود منها يدعى ابن الله، ما خلهاش تنتفخ ولا إن الأنا والذات عندها تتأجج وتشعر بقى إن هي حاجة. راحت قايلة له ليكن لي كقولك هوذا أنا أمت الرب. كمان حياة التلمذة مرتبطة بحياة المحبة، وحياة التلمذة مرتبطة بالمحبة والخدمة، بتخدم الناس. مش لازم تبقى أستاذ في مدارس الأحد ولا شماس في الكنيس، بس اخدم الناس، اخدم اللي بيستاهل واللي ما بيستاهلش، اخدم المسيحي وغير المسيحي، اخدم عشان يبقى لك رصيد فوق انت من خدام الرب. بس قبل ما هينده عليك فوق يوم الحساب هينده ايها التلميذ الحبيب وايتها التلميذة الحبيبة، هيظهر الرب تلمذتك ليه طوال حياتك وأنت على الأرض. الرب قادر أن يجعلنا سمعين عاملين بهذه الكلمات، يفتح شهية قلوبنا جميعا لإنجيله وأجبيته ومزاميره، يفتح شهية قلوبنا للتوبة والاعتراف، ويجعلنا نتمتع بهذه الأيام المقدسة، أيام الفرح، أيام صوم العذراء،
ويقبلنا إليه تلاميذ له رغم عدم استحقاقنا. وانت اليوم في القداس تقول اقبلني يا رب تلميذا لك، سأعيش لك وبك ومعك، لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. وتحتفل الكنيسة الرومية الأرثوذكسية بهذه الأيام بخدم صلوات البراكليس الابتهالية لوالدة الإله، حيث تطلق الكنيسة على هذا الصوم بالفصح الصيفي، أي صوم والدة الإله المقدس. وتعتبر تلك الفترة المقدسة الصغيرة بمدتها والكبيرة ببركتها، فيها نرتل الابتهال لأمنا العذراء ونتضرع إليها أن تحفظنا، حيث تمتلئ الكنائس بالمؤمنين المحتفلين بهذا الموسم البهي، وتصدح الأصوات الملائكية مشاركة للملائكة والرسل مدح العذراء مريم، ناقلين القلب والعقل إلى الجثمانية نحو قبر والدة الإله الفارغ، حيث انتقلت بالجسد إلى جوار ابنها الرب يسوع المسيح لتسمعه كل يوم همومنا وتتشفع لنا، طالبة منه أن ينظر إلى طلباتنا. بهي الحسن مغمور بنور الله، ألوم إلى العالم فيا عذرا والدين مع أم الله. بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، العذراء بعد موتها انتقلت نفسا وجسدا، أو نقلت نفسا وجسدا إلى السماء، فبينما نقول أن يسوع قام بقوته الذاتية وصعد إلى السماء بقوته الذاتية، نقول بأن العذراء نقلت بقدرة من هو ابنها، نقلت إلى المجد السماوي. هذه العقيدة أعلنت فقط سنة 1950، لكنها مبنية على اعتقاد قديم يعود إلى القرن الثاني للميلاد، لأنه في كتاب اسمه رقاد مريم ترانزيتوس مارية. هذا الكتاب يروي اعتقاد المؤمنين في ذلك اليوم بأن مريم لم يبقى جثمانها في القبر بعد وفاتها، إنما لما جاء الرسل وفتحوا باب القبر في اليوم الثالث وجدوا أن القبر فارغ. الروح القدس رافق الكنيسة مدة 20 قرن، وأدى ذلك إلى هذا الإعلان، وهو إعلان يعبر عن امتياز مريم من بين 4 امتيازات مريمية، هي البتولية الدائمة أولا، الأمومة الإلهية ثانيا، الحبل بلا دنس، وأيضا عقيدة الانتقال إلى السماء. بهذه المناسبة أتقدم من جميع المؤمنين بأحر التهاني بهذا العيد، سائلا حماية العذراء المجيدة لكل واحد منكم ولكل عائلاتكم. أيام الصوم هي أيام بركة وخير نسعى فيها للمضي قدما نحو الحياة الأفضل التي جاء من أجل أن يمنحنا إياها المخلص، ولكن في هذا الصوم نستمد القوة من التي حبلت في أحشائها الإله وولدته ليكون لنا مخلصا وفاديا ومجددا لحياتنا، فهي دعوة صريحة وواضحة للجميع لطلب شفاعتها من خلال صومنا هذه الأيام المباركة، ولنستعد بأن نشيع الجسد الطاهر حاملين القلب المضاء كشمعة بمحبتنا للعذراء الأم التي حملت في أحشائها الطفل الإلهي.